الوسطى وبمردود الاستثناء أيضا سواء مع فريق وثاق ستيف وحاليا مع شبيبة القبائل، لاعب يتمتع بأخلاق عالية، لاعب يتمتع بإمكانيات ومواهب ومستقبل كبير وواعد، وكسب ثقة الناخب الوطني ولديه أرقام استثنائية فارغة. شارك في أكثر من 100 مباراة في الموسمين الماضيين، وفي الموسم الماضي سجل 12 هدف وقام ب 19 تمريرة حاسمة، وهو يلعب وسط ميدان. إذن هذين الواعدين واكتشاف الموسم، حشود ومترف، نطلب منكما الصعود للمنصة لأنكما تستحقان ببساطة تكريم هذه الليلة. إذن الأخضر بلومي الذي عانى كثيرا من تدخلات المدافعين لما كان لاعبا تعرض للكثير من الإصابات، هو الذي سيكرم المدافع حشود خلال هذه الليلة. أما المساعد المدرب الوطني نور الدين قريشي سيكرم حسين مترف الذي يعلق عليه آمالا كبيرة. طبعا تفضل سي نور الدين قريشي إلى المنصة لتكريم حسين مترف في هذه السهرة الاحتفائية المميزة، لاعبين كبيرين وسابقين في المنتخب الجزائري مع لاعبين شابين واعدين، هي صورة جميلة ستبقى في ذاكرة اللاعبين حتما. يلا نبدأ بحسين مترف، عندك الميكروفون. تذكر لما التقينا منذ عام في سطيف قلت بأنه لو تتاح لي الفرصة مرة واحدة في المنتخب لن تضيع لي المكانة الأساسية، هل اليوم راك متأكد من نفس الكلام اللي قلته لي في سطيف منذ عام؟ صح، أنا قلت لك هذا الكلام والحمد لله كما يقولوا، يعني هذا فضل المجهودات وال يعني والفرق اللي لعبت فيها، يعني سواء اتحاد العاصمة وفاق سطيف والمرحلة يعني الصغيرة اللي مريت بها في فرنسا، يعني نادي ديجون، يعني أعطتني كما يقولوا الدفع المعنوي والبدني، والحمد لله يعني مازال الخير قدام إن شاء الله. واحد ما لازمش يقول سيمون الحق، خاطر كرة القدم يعني قد ما تزيد تتعلم قد ما تلعب قد ما تحوس كما يقول تطور إمكانياتك. شكرا حشود، ما هو سر تسجيلك للأهداف بهذه الطريقة رغم أنك كنت ما زالك تلعب كمدافع أيمن؟ هل كنت كي كنت صغير كنت تلعب مهاجم لذلك كنت تسجل الأهداف بهذه الطريقة؟ السر تاعي يعني أنا كنت عندما كنت في الأواسط كنت نلعب وسط ميدان، الحمد لله في برج بارج وليت نلعب ظهير أيمن، دوكا الحمد لله دوكا راني نحوس أنا باش نزيد نطور الإمكانيات تاعي في المنتخب الوطني، باش إن شاء الله باش نطمح للمستوى أكثر وأكثر إن شاء الله. سي الأخضر، واش عجبك في مترف وحشود؟ أولا السلام عليكم للجميع، طبعا أيوة العاجل المحلي إن شاء الله برك تكون فرصة إن شاء الله ترتاح لهم، مع خاصة المدرب الجديد إن شاء الله الفرصة تكون فيها أمال فيها يعني نجاح. وشكرا نور الدين قريش. أمو سيغ حسين مترف ريفيلاسيون دو لا سيليكسيون اي حشود ريفيلاسيون دو لا سيزون. Bonsoir à vous. Comme vous savez que je parle très bien l'arabe, j'ai parlé en français. Pour vous dire que je suis très honoré déjà d'être là. Et je voudrais aussi parler au nom du sélectionneur Vahid Aliozic qui est absent ce soir et que je remplace avec un grand honneur. Ces deux joueurs, j'ai eu le plaisir de les découvrir récemment. Ce sont des joueurs qui sont bourrés de talent, de qualité. Maintenant, ils sont à un début et j'espère qu'ils vont vite progresser parce que
L'Algérie a beaucoup besoin de grands talents comme ces deux joueurs qui ont été nominés ce soir. Merci. مبروك عليك عبد الرحمن حشود، مبروك عليك حسين مترف. المنتخب العسكري لكرة القدم حقق إنجازا تاريخيا فريدا من نوعه، توج بالميدالية الذهبية في الألعاب العالمية العسكرية، وإنجاز فعلا كبير ويعكس العمل الكبير جدا الذي يقام على مستوى هذه الهيئة، لأن النتائج ليس فقط في كرة القدم بل في مختلف الرياضات العسكرية. عشنا لحظات لا تنسى، عشنا نهائي تاريخي بالبرازيل، نفضل أن نسترجع سويا أجمل لحظات، لحظات التتويج، وبعدها نعود. هدف جميل أمضاه عواج، نتذكره جيدا، ولحظات تاريخية عشناها مع المنتخب العسكري. نطلب من العميد مقداد الصعود إلى المنصة حتى يكرم في هذه الليلة نظير كل المجهودات التي يقوم بها، ليس على مستوى منتخب كرة القدم فقط بل على مستوى كل الرياضات. النتائج أصبحت واضحة وكل الفرق ستستفيد منها حتما. طبعا سيكون مرفوقا بالمدرب عبد الرحمن مهداوي الذي كانت بصمته أيضا واضحة في هذا التتويج، سيكون أيضا القائد برشيش. أهلا سيدي المدرب عبد الرحمن مهداوي، القائد كسيلة برشيش إزري أيضا ساهم، سيكون معنا. لا ننسى أيضا كمال قاسي سعيد لأنه شارك في التصفيات. نطلب من كل هؤلاء الذين عملوا اليد في اليد الصعود لمقاسمة هذا التكريم الخاص في صورة جميلة لكل من صنع الفرح الجزائري. من سيقدم الجائزة؟ سيكون واحد من نجوم كرة القدم الجزائرية سيكرم من خلفوه ومن صنعوا بعده أيضا الفرح. السيد رشيد مخلوف يبقى قامة بارزة من قامات الكرة الجزائرية ويستحق تصفيقة حارة ومميزة أيضا. طبعا لازلت شابا سي مخلوفي، اللي كان لاعب كبير جدا في نادي سانتيتيان الفرنسي وفي فريق جبهة التحرير الوطني. هي ثقيلة ثقيلة الكأس، ثقل الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني العسكري. الجوائز تتعاطل ومستحقة بطبيعة الحال بالنظر إلى كل ما قدمه المنتخب العسكري، كان إنجازا فعلا مميزا. طبعا سنبدأ مباشرة بالعميد مقداد في كلمة ربما تريد أن تقولها بهذه المناسبة بعد هذا الإنجاز وهذا العمل الكبير جدا لتقوم به. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أشكر وأتقدم بالشكر والعرفان إلى السيد مدير العام لجريدة الهداف والبيتر على هذه الاتفاتة الطيبة وعلى هذه الوجوه النيرة الموجودة معنا وهذا الحفل وهذا التتويج. يعد تتويجا لكل الشبان العسكريين الجزائريين في مختلف الرياضات وخاصة رياضة كرة القدم، لأن كانوا شبان تقريب غير معروفين في الوطن ويلعبون في فرق بسيطة من درجة الثالثة والرابعة، ولكن استطاعوا أن يرفعوا التحدي ويمثلوا أحسن تمثيل الجزائر والجيش الوطني الشعبي في البرازيل بلد كرة القدم، بإقصاء البرازيل في النصف النهائي والفوز على مصر له 5 تتويجات عالمية. وهذا فعلا يستحقون تصفيق على كل هذا، وهذا الإنجاز التاريخي حقيقة أدخل الجزائر في سجل الذهبي للتتويجات العالمية بالفوز على كأس العالم لأول مرة منذ الاستقلال.
ومرة أخرى أشكر كل الحاضرين وكل السلطات الموجودة معنا سواء سياسية أو رياضية، وشكرا لكم على هذه الالتفاتة، وتحيا الجزائر. ونريد أن ندخل في سجلات أخرى قادمة إن شاء الله بفضل المنتخبات العسكرية. قبل أن نحيل كلمة للسي رشيد مخلوفي، أعتقد بأنه لديكم هدية لمدير يوميتي الهداف البترسي نبيل عمرة، لك هدية خاصة من طبعا العميد مقداد ومن كل أسرة المنتخب الوطني العسكري. هو قميص ممضى من كل اللاعبين، ولو أنه كل ما نقدمه لهذا المنتخب قليل بالنظر إلى الإنجاز المحقق، هذا هو القميص يحمل كل التوقيعات بطبيعة الحال، توقيعات لابين رقم 3 مدافع عصام. إذا شكرا لكم جميعا. سي رشيد مخلوفي تبقى معنا في البلاطو لنسألك قليلا لأننا لم نراك منذ مدة، نحتاج الكثير بكرة واحد يكفيك فقط سي رشيد مخلوفي. سي رشيد مخلوفي، أولا تعليقك على ما حققه المنتخب العسكري وأنت الذي كنت مدربا سابقا لهذا الفريق. طبعا فوز هذا يوري باللي الشبيبة الجزائرية كي تكون يسوقوا فيها ويعطيوها الحق بتاعها تكسب كل شيء. و احنا عملنا الاكسبيريونس تاعنا في 75، ومن بعد 75 لي جوار تاعنا منهم مرجاها وهنا بلومي وممكن اخرين، كنا دائما وابدا نعطيهم مثال ليكزامبل ا بارتير دو سا اي نو بوفي كو بيان جوي اي نو بوفي كو غاني parce qu'ils avaient le pays dans le sang. Drapeau hada makiyaj. درابو هذا سي مخلوفي بقى عزيز وعلينا وفي قلوبنا. الان حبينا شويه امل سي مخلوفي بالنسبه لهذا المنتخب، ما راحش نكونوا في كاس امم افريقيا القادمه لكن فيه بدات بوادر امل، كيف تشوف مستقبل منتخب الجزائر سي رشيد؟ والله تكلمتوا على على لا 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 فورماسيون، تكلمتوا على على لا بروسبكسيون. انا نقول لكم باللي الكره تاعنا ما توصل الفوق الا نبداو من تحت، سي تري امبورطون. هذه انا نقول فيها ونزيد نقولها ونزيد نقول للناس الكل باللي بدون ما نخدموا الشباب تاعنا، نحكي لكم حكايه. رحنا عملنا اون في دي زيكول دو فوتبول دو لا فونداسيون دي ليكيب دو فلان، لقينا ناس دي جوار دو 11 ans à 15 ans, mais des petits diables. Comment ça se fait à 14 ans, 15 ans, ils ont ce football dans le sang. C'est pas jongler, Allah dit. Non, mais jouer. C'est pour ça que je suis un petit peu chagriné, déçu qu'un pays comme l'Algérie, avec les moyens humains et les moyens financiers, qu'on ne puisse pas sortir de ce marasme. Inch'Allah, بفضل دعمكم، بفضل خبراتكم، بفضل مساندتكم، بفضل تضافر جهود الجميع، إن شاء الله الميكروفون نحتاجه سي رشيد مخلوفي. قلت إذا بفضل تضافر جهود الجميع سنعيد وسيبقى المنتخب الجزائري إن شاء الله في القمة، لأن الجزائر أرض الكرة. سكت قليلا لأنه فعلا هذه اللحظات التي سنعيشها الآن هي لحظات مؤثرة. وجوه أحببناها، ألفناها، عهدناها، هي حاضرة معنا. ولكن هناك من غادرنا في صمت ولم يتسنى لهم مقاسمتنا هذه الفرحة. ولكن لا يجب أن ننسى أبدا من صنعوا الفرح الجزائري. جمال كدو اللاعب الذي حمل ألوان اتحاد العاصمة بقي وفيا لهذا النادي بأخلاقه، كان صديقا لكل اللاعبين بدليل أن الكل
حضر في جنازته كان